بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بَيْتَكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا ليقيم الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج علمتني والذي يسلط الضوء على مجموعة من الرسائل التربوية والأخلاقية في القصص القرآنية. سنتكلم في هذه الحلقة عن قصة السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، والتي تحمل الكثير من الرسائل والدروس. لنتوسع أكثر في هذه القصة، سيشاركنا ضيف في هذه الفقرة التالية. لنتوسع أكثر ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عبده مهما كانت الظروف صعبة. تابعوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال القرآن الكريم يغني الساحة أو المتلقي أو المؤمن بما يحتاج إليه في تنظيم أمور حياته، فهو كتاب شمولي كما يقول الباري سبحانه وتعالى فيه تبيان كل شيء. وفي موضع آخر يقول وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فالقصص والعبار والروايات التي موجودة فيه هي فيه من, من الكمالات ما تغني المتلقي والساحب هذه المعاني منها في قصة السيدة هاجر سلام الله عليها وهي ضمنا في قصة نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حيث تبين سيرة هذه المرأة ما كانت من انتماء وولاء للباري سبحانه وتعالى ولهذا النبي المرسل من قبل الله جل وعلا، صحيح قد تقول بعض الروايات انها لم تكن لها تلك المكانه الا بعدما اهديت الى ابراهيم سلام الله عليه، ولا نركز في هذا الجانب مثل ما يذهب بعض ارباب السير انها مثلا كانت في مصر وتعتبر انها يعني أم العرب العدنانيين كونها من كنانة وهو موضع شرف وافتخار لكن لا نركز على هذا الجانب بقدر التركيز على السيرة العطرة وأمور منها أنها التسليم لله سبحانه وتعالى والقبول بما جاء به ذلك النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه والقناعة بانتقالها من مكان إلى آخر لولا أن القرآن الكريم نبه وبين وأظهر كيف أنها انتقلت مثلا إلى واد غير ذي زرع، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وكيف لاقت من المشاق والمصاعب والتعب والنصب ما يضيق به المقام. مكان منزوي، مكان منقطع، صحراء قاحلة. وسلم تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى، لولا أن ذلك النوال وذلك الفضل من قبل الله بطفلها الرضيع إسماعيل. حينما يضرب برجله الارض فيتفجر ينبوع زمزم الذي هو للعاكف والباد للقاصي والداني ينتهل ويشرب منه جميع الناس في ذلك المصر او في ذلك المكان هذا من جانب بل كل ما قامت به في ذلك المكان من سعيها بين الصفا والمروه لجلب الماء وهي ترى سراب هنا وسراب هناك او انها كانت تعطف وتحنو على ذلك الطفل الرضيع، من جانب آخر ما قام به ابراهيم سلام الله عليه، كيف انه لما اراد ان يبلغ السعي مع ولده واراد ان يقدمه قربان الى الله سبحانه وتعالى وكيف انه يظهر له ذلك الخيشوم الميشوم وهو الشيطان فيرمي تلك الحصيات السبعه عليه في العقبات الثلاث وكيف انه نحر او بشر بان الله فداه بذبح عظيم فكان حقيقا على الحجيج الان ان ينفذوا ويجروا ما جرى في تلك الاسره من هاجر وسعيها بين الصفا والمروى من ابراهيم ورميه للجمرات الثلاث كما يعبر عنه في الحج من طوافه حول البيت واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا هذه الاسره بما فيها من انتماء وولاء وتسليم مطلق جسدت في شخصيه هاجر سلام الله عليها. وكانت والا كل قضيه ابراهيم فيها من الايات فيها من المعاجز التي يضيق بها المقام حتى في زوجته ساره حينما بشرت باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا اذا هنالك سرد لقصص واحداث جرت في ذلك المكان الحكمه والفائده ان ناخذ هذه المعاني الساميه فنعكسها أو نقلبها أو نسقطها على ما نحن فيه من واقع اجتماعي مثلا في قضية هاجر سلام الله عليها حينما سألت إبراهيم وقد جاء بها وبذلك الطفل الصغير إلى واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما هو يقول سلام الله عليه قالت أه الله أمرك أعادت هذه العبارة ثلاث مرات إلى أن عرفت وعلمت بالإيحاء والإيماء أنه مأمور بذلك الأمر قالت فإنه لن يضيعنا وهذا حقيقة أمر مقرون ومناط بالتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يأخذ العبرة ويأخذ الجدوى ويأخذ الفائدة من هذه السيرة العطرة لهذه السيدة والباري سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أيضا من الآيات والمعاجز و البراهين على عظمه الخالق سبحانه وتعالى في هذه القصه انه لما حل ضيف عنده واتل عليهم نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون الى اخر الايات جاء فيها من الاعجاز والايات والبراهين التي تبين قدره الله، مثلا حينما سالهم ما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، انا مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا إلى آخر الآيات يقول القرآن وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني نيفت على التسعين اثنين سنة يقولون أرباب السياق وإبراهيم مية كان عمره فموضوع الولاده وقضيه الولاده والحمل امر قد لا يتقبله العقل او لا يستسيغه او لا يصدق، لذلك الايات والبراهين جاءت مثبته لقدره الله من جانب ولما سارت عليه هذه الاسره، ثم انه بقضيه هاجر يحمل ذلك الطفل الرضيع وياخذه الى كما ذكرنا الى واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كل ذلك فيه من الايات والعبر والفوائد التي ياخذ منها المؤمن من المنبع الصافي. نشكر ضيفنا العزيز على هذه المعلومات والرسائل، والتي كان اهمها بان القناعه التامه للانسان بان الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا تساعده في كل حالاته مهما كانت صعبه. لذلك سننتقل واياكم الان لنشاهد استطلاع يجيب على التساؤل التالي. تخيل معي عزيزي المشاهد ماذا لو اضطرتك ظروف الحياه بان تعيش في الصحراء بعيدا عن الاهل والمنزل وكل مقومات الحياه؟ هل ستقبل؟ لنشاهد معا ونعود اليكم. تابعوا معي. تجربه صعبه يعني مو من السهوله ان تعيش بجو بعيد عن الاهل، بعيد عن تطورات الحياه. بس اذا فرضيه يعني اضطرينا نعيش فاول الامر يعني الصبر اتخاذ الصبر وسيله للبقاء يعني عدم القنوط او اليأس ثاني شيء اتجاه للعباده يعني بالعباده الفرج من الله تطلب من اهل البيت بالخصوص حتى بعدين لازم تطور نفسك او تأقلم نفسك على هذا الجو. حقيقه هذا السؤال ينقسم الى شقين الشق العقدي التعبير الاصح من العقائدي وكذلك الجنبة الأخلاقية أو الخلقية من حيث أن تجعل أن كل إنسان يعيش من خلال الظروف الاضطرارية في هذه الحياة إن كان في بيئة في بيئة المدينة أو في بيئة البادية أو في بيئة ريفية من خلال ظروف التي يتكيف معها ليس من خلال إرادته صار مرغما أن يعيش لكن لا بد للجوء من جنب عقائدية أو عقدية للجوء إلى الله تبارك وتعالى ومولانا بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فهو باب الله وهو الملجأ فالتوجه إليه في كل حدب وصوب وفي كل وقت وحين لا يختصر ولا يقتصر على صحراء أو بيداء أو في المدينة أو في البيت أو في محل السكنة أو في الدوام أو غيره نفس ما قلنا لك تحاول أن تتأقلم تعيش بالمكان اللي تمام تعود تعيش عليه تتعلق بالله سبحانه وتعالى تعبد الله سبحانه وتعالى والله يوفر لك الأسباب وماكو مكان جعل الله غيره صالح للحياة صعوبة أن تقبل تأقلم بهيش حياة لأن الإنسان خلق الإنسان سبحانه الإنسان لازم يكون يما إنسان الإنسان والطبيعة خدمة حقيقة هو الإنسان بطبعه عن خلق إنسان مجتمعي ما يقدر يعيش بشخص الله سبحانه وتعالى أه يعني من خلق الانسان انه انسان اجتماعي ما يقدر يعيش بمفرده بالمكان يعني كتكون صحراء او فد, فد مكان فارغ من اي مقومات الحياه بس لكن اذا فرض عليك الواقع انه انت تعيش بهيك اماكن أه تضطر انه تخضع الى القدر اللي انت صرت به انه راح تعيش بهيك مكان فتحاول تتاقلم وياه مثل ما تقول انت تقول هو المكان صحراء فمن مقومات الحياه هي المياه طبعا فتحاول انت تبحث على مياه على فتشي تاكل على تشرب تعود نفسك على انه الصبر على الشغلات اللي تصير عندك اه شلون ترتب حياتك حياه باعتبار راح تعيش حياه جديده بنفس الوقت تبدي تبحث على منفذ انه يخرجك من هذا المكان اضافه الى ذلك انه ما دام هو الله سبحانه وتعالى هو قضاء اه قضاء الله سبحانه وتعالى حكم عليك انه تعيش في مكان فترضى بامر سبحان الله سبحانه وتعالى وتقضي جزء من وقتك انه للعباده بس انما انه تفكر انه مثلا تنتحر او تنهي حياتك او اللي هنا وانتهت الحياه اعتقد انه هذا فد مو صحيح لان الله سبحانه وتعالى ما يقبل انه الانسان ينتحر او تعتبر انه فد جزء من الكفر انه الانسان اذا مات منتحر يعتبر مات كافر فتحاول تعيش حياتك حسب الوضع الجديد اللي انت عشت فيه. كانت هذه مجموعة من الآراء كما شاهدنا أعزائي المشاهدين والتي يختلف الكثير من الأشخاص في الإجابة على سؤالنا الماضي حيث يعتقد البعض بأنه يستطيع العيش بعيداً عن الأهل والأقارب والأصدقاء في حين يستحيل على البعض أن يعيش يوماً واحداً بعيداً عن عائلته أو أصدقائه المقربين والآن أجب معي عزيزي المشاهد لو شعر الشخص بأن هناك من يراقبه ويسنده بكل خطواته هل يا ترى سيتغير تصرفه او سلوكه في حياته؟ والسؤال الثاني يا ترى هل سيجعله ذلك شخصا اتكاليا في حال وجود شخص يسنده دائما؟ سيكون معنا ضيف يشاركنا معا ويجيب على هذه التساؤلات تابعوا معي. حقيقه في بدايه الامر الانسان كائن اجتماعي. يعيش في مجتمع معين وضمن مجموعة معينة ويؤثر ويتأثر بسلوكهم وبالتالي فإنه يسلك السلوك الذي يتوقعه الآخرون منه أو يسلك السلوك الذي يسلكه الآخرون وتكون تصرفاته وفقا للتوقعات الذي يراها الآخرون عنه وبالتالي إذا كانت التوقعات لهذا الشخص إيجابية عما سيصدره عن الآخرين فهنا لنا جذور الإبداع والتميز والنجاح وظهور الشخصية القوية في حين اذا كانت توقعاته سلبيه عما سيصدره عنه الافراد الاخرون، هنا ستكون سيظهرن القلق والتوتر وتتزعزع شخصيه الانسان وتضعفن الثقه بالنفس مما يولدن الاضطراب النفسي، ولهذا نقول انه المساعده والحمايه مطلوبه ولكن بحدود ما، لكن لو قلنا هل ان المساعده والمسانده تجعل من الشخص انه شخص اتكالي؟ أحب أن أشير إلى نقطة معينة، إنه الإنسان يحتاج المساعدة والمساندة والحماية، ولكن هذه المساعدة والمساندة والحماية بقدر ما لا تصل إلى إنه نقوم بتلبية المتطلبات وتنفيذ الاحتياجات والقيام بكل مسؤولياته، لأن ذلك سيولد لدى شخصية اتكالية، وهذه الشخصية الاتكالية يجعلنا يجعلها تشعر بالعجز وغير قادرة على تحقيق متطلباتها المستقبلية. وغير قادر على استكشاف طاقاتها وبالتالي تنمو مفهوم الاعتماديه والاتكاليه واليوم حقيقه اصبحت ظاهره من الظواهر السلبيه الذي يعاني منها مجتمعنا هي ظاهره الاتكاليه. وهنا احب ان اشير الى ان كل علماء النفس يؤكدون على ضروره الاعتماد على النفس باعتبار ان الاعتماد على النفس تولد الشخصيه القويه القادره على تحقيق مطلباتها وبالتالي انا من هذا المنبر احب ان اوجه فالتوصيه الى اسرنا وعو... الى الاسر والعوائل الكريمه بان تنتهج الاسلوب الوسطي في تربيه الابناء بحيث تكون يعني حب بلا مبالغه وان تكون حازمه بلا قسوه وان يكون المدح والاحترام في مقدمه التربيه للابناء ثم اضافه الى ذلك ان لا تستخدم الاسلوب القسري مع الابناء واضافه الى ذلك ان تهتم منا بالجانب المعرفي العقلي الوجداني الاجتماعي الروحي لانه يقلل لان هذه الجوانب تقللنا من الاتكاليه ومن الاعتماد على الغير باعتبار ان الاتكاليه تؤدي الى تضعيف المجتمعات وبالتالي تؤدي الى نخر المنظومه الاجتماعيه الاسريه وبالتالي فك النسيج الاجتماعي الاسري ولهذا ان سلوك الانسان ينبع من البيئه الذي يعيش بها الانسان ويتصرف وقت وفق لهذه البيئه لان البيئه هي من تراقب هذا السلوك وهي من تحدد هذا السلوك وبالتالي المحدد الداخلي المحدد الداخلي للانسان يكون موجود ولكن ليس بنسبه تتوافق مع نسبه المجتمع لان المجتمع هو المؤثر الاكبر وبالتالي كل سلوكياتنا تراها محكومه بالبيئه الذي نعيش بها والمجتمع الذي نعيش به ومن هذا المنطلق فاننا كلنا نسلك السلوك الذي يراه الاخرين مقبول او غير مقبول وعندما نسلك هذا السلوك ننظر للمجتمع انه يقبل السلوك او لم يقبله فاذا ظهرت بوادر ظهرت بوادر الارتياح لدى المجتمع ظهر اذا ظهرت بوادر القبول والارتياح لدى المجتمع من هذا السلوك فاننا نكرر هذا السلوك ونعيد هذا السلوك في مواقف اخرى في حين اذا ان بوادر السلوك ظهرت لنا معها اساليب التبرم والضيق نحجم عن هذا السلوك مع توافق المجتمع لهذا السلوك كذلك ان الانسان يتعلم وفق التنظير التربوي انه على اساس التعزيز فكلما كلما يكون السلوك معزز او مقبول تكون الاستجابه سريعه، في حين ان بعض النظرات تشير الى اسلوب النمذجه ان الانسان اذا ان الانسان يتعلم السلوك من غير ملاحظته انه يشاهد سلوكيات المجتمع فاذا كانت هذه السلوكيات ايجابيه جعلها من حصيلته اللغويه واستفاد منها، في حين اذا كانت هذه التو... هذه السلوكيات والتصرفات السلبية حاول الابتعاد عنها لانها قد تسبب الضرر لهذا الشخص وبالتالي فان سلوكنا محكوم وفق عوامل معدده، اولا العوامل الداخليه والعوامل الشخصيه، اثنين العوامل العوامل الذاتيه، ثلاثه قوه الانسان ونمط شخصيته وتفكيره، اربعه مستوى تعلم الانسان وثقافته، وخمسه التاثير الاساسي والاولي وهو البيئه وهذا التاثير الذي ينتج عن ان السلوك مقبول او غير مقبول. اضافه الى ذلك انه الحمايه هل الحمايه والمراقبه للانسان تعدل من سلوكه؟ بالتاكيد نحن نؤكد على مفهوم الرقابه للسلوك الانساني وخصوصا مع المراهقين لان المراهق قد يجرب السلوكيات وهذه السلوكيات قد تكون مقبوله او غير مقبوله فهو لا يعرف فمن يقوم بدور المراقبه هو من يقوم بتصحيح السلوك وحب ان اشير الى نقطه معينه انه هنالك فرق بين السلوك الرقابي والسلوك التجسسي ونحن ننصح الاسر والاباء ان تنتهج السلوك الرقابي لابنائها والهدف منه هو تصحيح السلوك السلبي وتعديل السلوك بما يضمن نجاح أو سيطرة الإبن على الظروف الحياتية فقط بدلا من أن يتجسس على الأولاد وما يجعل منهم شخصية انسحابية لا تتحدث عن ما يجري معها ضمن الواقع وبالتالي قد يخفي الكثير من السلوكيات على أسره وآبائه وهذا الإخفاء قد يولد شخصية ملتوية في المستقبل إضافة إلى ذلك انه الاتكاليه اذا استمر الانسان بالاتكاليه اذا استمر الانسان بتحقيق حاجاته مع الاسره هل تنمو الاتكاليه؟ نعم في بعض الاحتياجات يحتاج الانسان ان يحتاج اسرته ان تكون ملبيه لحاجاته خصوصا في مرحله الطفوله في مرحله الطفوله هي مرحله بها فترات حرجه وبالتالي الانسان يحتاج الى من يحقق حاجاته من ضمن اسرته يحقق الحاجات الاساسيه مثل الطعام والملبس وبالتالي تكون هذه الحاجات هي حاجات للتلبيه، اما اذا استمرت الحاجات مع مرور الزمن فانها تصبح الاتكاليه، والاتكاليه تعني الاعتماديه على الغير، وهذا الاعتماد يحرف السلوك السلوك السوي ويحرف الشخصيه عن المسار الحقيقي، ويولد لنا شخصيه معينه تؤثر على المجتمع تاثير سلبي وتلقي بظلالها على النتائج على نتائج النتائج الفعاله لحمايه المجتمع من هذه العواقب، ولهذا نحن نحتاج في مرحله الطفوله ان نبني على وفق المراحل العمريه مرحله الطفوله المبكره او المبكره ومرحله الطفوله المتوسطه ومرحله الطفوله المتاخره وكل فتره زمنيه معينه نعطي للطفل احتياجات وخصائص وهذه الخصائص ممكن ان نلبيها وممكن ان نساعده في تلبيتها فاذا استطاع ان يلبي الطفل هذه الخصائص نحن نكون معاونين ودورنا دور الميسر وعدم التدخل حتى يعتمد على ذاته ولا يتكل في المستقبل، لان يعني الاتكال في هذه المرحله يبني شخصيه الاتكال في المستقبل وتستمر مدى حياته ويصبح الاعوجاج او انحراف بالشخصيه، وبالتالي عندما يكبر الانسان لا نستطيع ان نغير سلوكه باعتبار ان السلوك الاعتمادي بدا في مرحله الطفوله. هذا جانب، اما الجانب الاخر انه للاسره، هل للاسره دور في ان تحمي ابنائها او تساعد ابنائها نعم هو دور الابوه اتجاه البنوه باعتبار ان الطفل يحتاج الى رعايه وهذه الرعايه تكون من قبل الام والاب او الاسره الصغيره وان كبرت وهذه يجب ان تكون وفق متطلبات الحاجات المتطلبات والحاجات التي لا يمكن ان يلبيها في حين الحاجات التي يمكن ان يلبيها فضروري ان تقع تلبيتها على الطفل وان يقوم هو بتنفيذها وهو من يحقق متطلباتها نشكر ضيفنا العزيز على هذه الاجابه والان اعزائي المشاهدين بعد ان اطلعنا على عده فقرات في حلقه اليوم وصلنا معكم الى الختام والذي سنلخص فيه هذه الرسائل والدروس لنخرج بفائده كبيره كان اهم ما تطرقنا اليه بان الانسان في حياته يتعرض الى الكثير من الابتلاءات منها يكون ضمن استطاعته ومنها يكون كبير جدا يشعره بالعجز فالانسان القريب والمعتقد بان الله سبحانه وتعالى معه في كل خطواته سيشعر بالسكينه والاطمئنان، وان الله كما تكلمنا لن يضيعه مهما كانت هذه الظروف صعبه. لذلك عزيزي المشاهد، حافظ دائما على الاشخاص الايجابيين الذين يعززون شعورك الايجابي وقربك من الله سبحانه وتعالى. نلقاكم في حلقات اخرى مع قصص وحكم اخرى باذن الله تعالى. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.